معي من عين عيسى كينو جبرائيل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا يمكن أن نعرف عن آخر تطورات تحركاتكم، إن كان نعرف طبعا ما حققتموه بالباغوز بريف دير الزور الشرقي، وماذا عن أيضا الجبهة التي تعتبر المعركة الفاصلة اليوم ببهجين؟ نتحدث عن أكبر ثقل إن كان عسكري أو بشري هناك متبقي للتنظيم بسوريا. لخص لنا الجبهات التي تخوضونها اليوم سيد كينو. طبعا بعد تمكن قوات سوريا الديمقراطية من تحرير قرية الباغوس التحتاني وتأمين منطقة الحدود السورية العراقية بتنسيق مع القوات الأمنية العراقية، اليوم يتم تحضير أو استكمال تحضيرات للنقاط الدفاعية في المنطقة واستكمال التحضيرات اللازمة سواء من الناحية اللوجستية أو العسكرية أيضا لاستمرار المعارك والاشتباكات ضمن منطقة نهر الفرات أو حوض الفرات. هذا من ناحية، والناحية الأخرى هناك تحضيرات وتجهيزات يتم القيام بها من أجل بدء عمليات عسكرية في منطقة الدشيشة ومنطقة المنطقة الصحراوية الواقعة على الحدود العراقية السورية. هذه الحملات سوف تكون متزامنة تقريبا مع بعضها البعض، أو سوف يتم تفضيل إحداها على الأخرى حسب الدواعي التكتيكية التي سيحددها قواتنا قادتنا الميدانيون. من ناحية أخرى هناك اشتباكات أيضا مستمرة أو فنقل محاولات من تنظيم داعش للدفاع عن أنفسهم، وذلك بشكل عام باستخدام الأسلحة الثقيلة سواء كان ذلك من ناحية مدافع الرشاشة 12 أو 14 ملم أو من ناحية استخدام قذائف الهاون، وهي بشكل عام يتم الرد عليها من قبل قواتنا وأيضا من بس قبل في كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تم أنتم سيطرتم عليها عند بمعركة الباغوس، صحيح؟ هذا صحيح. طبعا هذا لا ينفي وجود كميات كبيره من الاسلحه والمخازن للذخيره في مناطق سيطره داعش والتي قاموا بتجهيزها خلال الفترات السابقه وخلال الاربع سنوات من سيطرتهم على المنطقه. وعلى هذا الاساس فان الرد يتم عليهم من قبل قواتنا ومن قبل التحالف الدولي بشكل مشترك. طيب أنا أشكرك من عين عيسى سيد كينو جبرائيل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على هذه المعلومات.